أعزائي السادة المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل أسرار أرواب القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. إن شاء الله حنكون معاكم لمدة ساعة على الهواء، نتلقى فيها اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام الظاهرة على الشاشة، وحنرد عليكم كما عودناكم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بعدي إلا المبشرات. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رأى في الرؤيا أنه دخل إلى الروض الشريف، ثم دخل إلى روض الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول: وانتزعت عظاما فاحتضنتها، فقام من نومه في فزع وفي خوف وفي قلق، فلما ذهب إلى الإمام محمد ابن سيرين قال له: لأن صدقت رؤياك لتحيين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناخذ ام فارس من اسماعيليه، تفضلي ام فارس. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم بخير، ربنا يبارك فيك. تفضلي يا فندم. طيب، انا اول حلم احلمت، احنا في الحقيقه يعني احنا صيادين، انا جوزي صياد. وطيب، انا جوزي صياد، فانا حلمت ان انا ماسكه الشبك بتاع الصيد انا وابني. اتفضلي يا فندم. ما حلم ان انا ماسكه الشبك بتاع الصيد انا وابني، بس احنا مش في البحر، يعني انا مش واخده الشبك ده ورايحه بيه البحر، انا في ارض طينه، يعني في ارض طينه وميتها قليله، ومسافه بحط الشبك ده وباجي اقلبه بلاقي فيه خير كتير، بلاقي انواع سمك كتيره وبلاقي كميات جامده جدا وكبيره. فانا بشيله بايدي وبغرفه في جردل، ولما الجردل ده بيتملي بحطه في شوال السمك اللي انا بسترزق بيه ده. ما شاء الله، انا مبسوطه بيه قوي، مبسوطه يعني انا شايفه كميه سمك كبيره قوي. فابني في نص المشوار ده ما رضيش يكمل معايا، يعني قال لي ما يعني ما رضيش يكمل معايا ان هو يشتغل معايا ونحمل مع بعض السمك. وده دي اول رؤيه معايا يا شيخ. اسمعك يا فندم. ماشي يا فندم، دي اول رؤيه. تاني رؤيه، انا حلمت ان انا بجري في صحراء، انا بجري في صحراء وطولت في الجري، وفجاه نطيت من فوق جبل في الصحراء دي، حتى بعد ما نطيت وانا بجري برضو كملت جري لحد الاخر، وفجاه لقيت الضلمه جامد قدامي، ولما النور جه نورت على بيه شكله جميل قوي، يعني انا لما فتحت عينيا كده والنور ظهر على بيه، على بيه جميل قوي قدامي. دي تاني رؤيه. واخر حاجه يا عم الشيخ، انا بنتي بتقول لي ان انا يا ماما احلقتي، وانت بتصرحي لي ان انا شعري عمال بيقع. تاني قولي لي الرؤيه التالته دي. التالته بقول لك ان هي وانا بصرح لها بتقول لي: يا ماما انت بتصرحي لي وشعري عمال يقع. عندها كم سنه؟ صغيره، يعني عندها 8 سنين. 8 سنين. تابعيني. الصيد. أحل لكم صيد البحر. الصيد السمك. ومن كل تأكلون لحما طريا للسمك، وتستخرجون حلية تلبسونها ستر. سيدنا عيسى قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، كانت سمك. سيدنا موسى فلما جاوز قال لفتاه: أتنا غداءنا قد لقينا من سفرنا هذا نصبا، كان سمك، كان حوت مملح اللي احنا بنقول عليه فسيخ دلوقتي وسردين، وكان محطوط في القفه بتاعته، فعلامه ان الحوت المملح دون يبقى ربنا يحييه تاني وينزل في البحر. قال: ارايت اذ اوينا الى الصخره فاني نسيت الحوت وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره. قال: واتخذ سبيله في البحر سربه، ربنا احياه ونزل في الميه تاني. ده علشان يشوف سيدنا الخضر، قال له: ده المكان اللي هتلاقي فيه الخضر، ده كان سمك، ده رزق. ولما اشوف
ان انا بقى اطلع من الرزق ده كتير، الرزق بيزيد. فقلت استغفروا ربكم، ام فارس، فقلت استغفروا ربكم، ربنا اللي بيتكلم، انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. والطفل او الشاب او الراجل الابن لازم يكون في طاعه امه، في البر. البر طاعه الوالدين. خاب وخسر من ادرك ابويه احدهما فلم يغفر له فقل امين، فقلت امين، صلى الله عليه وسلم. ولما اشوف الجري ده اسمه فرار، والفرار انواع. طب انا بجري في الصحراء انا بفر لله سبحانه وتعالى، ففروا الى الله. طيب ان يريدون الا فرارا، انا بعيد عن ربنا. انا اشوف اي نوع من انواع دي. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. الفرار، في حد بيفر؟ ففروا إلى الله. أنا لما أسمع الأذان يا أم فارس أجري على المسجد، أسمع الأذان وأنا ست في البيت، أسيب كل اللي في إيدي وأصلي الفرض. الأم، ولما أشوف الجبال، الله يقول ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. الجبال، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أنا رصيد مع ربنا كويس. والبيت، والله جعل لكم من بيوتكم سكنة استقرار وراحة بكثرة الطاعة. ولما أشوف بنت الشعر ده زينة البنت، ولما الزينة بتنزل منها يبقى أنا عندي بعض الحسد. أنا أرقي بنتي وهي نايمة، أقرأ على رأسها الفاتحة وآية الكرسي والقوافل قبل ما تصحى وهي نايمة، وهي والصبح أقول اللهم إني استحفظتك نفسي وأولادي فاحفظنا بحق اسمك الحفيظ. وأم فارس ما تسيبش ولا فرض، ودن في طاعة ربنا عشان ربنا يوسع علي رزقي. والله أعلى وأعلم. معنا مين؟ أستاذة إيمان من اسكندرية، اتفضلي. ازيك يا شيخ، عامل إيه؟ الحمد لله يا فندم بخير. حضرتك أنا عندي رؤية عايز أحكيها لحضرتك. اتفضلي. انا كنت نايمه اليوم دوت قاريه سوره ياسين وسوره الروم. سامعني حضرتك؟ اسمعك يا فندم. انا كنت نايمه اليوم دوت قاريه سوره ياسين وسوره الروم قبل ما انام. انا متجوزه وفي اتنين اكبر مني متجوزين وفي واحده لسه ما اتجوزتش بعدي، يعني احنا اربع بنات. ربنا يبارك فيكم. فانا حلمت باختي الكبيره ان احنا قاعدين في شقة اللي هي الشقة ديت بتاعت ماما. فانا جوزها جاب اعوذ بالله شيطان وجينا بيه. فقال الشيطان دوت عاوز يعمل سحر لاختي اللي هي لسه ما اتجوزتش ديت. فانا واختي الكبيرة دي اللي هي مراته حشناه من عليها وشناه. فالمهم بعدها فانا قلت لها لما تيجي بقى ماما لازم نقول لها اللي حصل دوت. فانا لما بكلمه في المنام بقول له انت عملت كده، فراحوا جاي نكر الكلام دوت اللي حصل وبيبص لي. فبسال اختي قدام امي بقول لها احكي اللي حصل، فراحت جايه ساكته قالت لها لا ما حصلش كده نكرت. فانا بقيت قاعده بقى اتقاوح مع ماما بقول لها يا ماما والله ده حصل كده وهم مش عاوزين يقولوا. امي تقول لي لا ما فيش كلام من ده. اقول لها والله يا ماما انت ما شفتيش ده هم بيكذبوا. تقول لي لا. المهم فانا في المنام فقلت ايه، طب هم دلوقتي كلهم مكذبيني، هو بقى يبص لي من تحت لتحت والشيطان ده موجود معاه. فانا بقيت اقول ايه، بقول ده هو دلوقتي كلهم بيقولوا لا ودي نكرت وماما صدقتها، ده هو هيأذيني انا. استاذه ايمان، استاذه ايمان، الشيطان ممكن يتمثل في صوره اي حد
إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وياسين لما قرأت له. ولكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين. أنا قرأت ياسين لحاجتي في النهار ربنا هيقضيها لي، في نص النهار ربنا هيقضيها لي، بالليل ربنا هيقضيها لي، ياسين لما قرأت له. فأنا قرأت سورة ياسين وسورة الروم تدل على النصر وعلى الفتح. وقراءة القرآن بصفة عامة تدل على الحفظ من شر الإنس والجن، بدليل قول الله تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يبقى ده ستر ليا وحفظ ليا من شر الإنس والجن. أيوة، أحافظ أنا على النعمة دي إزاي؟ أذكار الصباح والمساء إن أنا أقولها، الفاتحة وآية الكرسي والقوافل وسورة الضحى. يا أستاذة إيمان، أقرأ سورة الضحى 7 مرات عند الشروق و7 عند الغروب، وأصلي صلاة الضحى 2 ركعة 4 6 8 12 على قد ما أقدر. وطولة ما أنا بقرأ القرآن أنا في حمى الرحمن وفي حفظ من شر الإنس والجن. وأكثر نعمة ربنا يديها لنا هي قراءة القرآن. وأنا بكلم ربنا لما بفتح المصحف وأقرأ القرآن: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلى وأعلم. لأن أنا لي حاجة عند ربنا أتقرب لي، أن أنا الدعوة تستجاب أحطها بين الصلاة على سيدنا النبي، لأن إن الله يقبل الصلاتين وهو أكرم أن يدع ما بينهم. طب أنا ياسين لما قرأت له، طب أنا أحط ياسين بين الصلاة على سيدنا النبي، أصلي 10 مرات وأقرأ سورة ياسين بنية إن ربنا ينجحني. هينجحك. أقرأ سورة ياسين بنية إن ربنا يسترني، هيسترني. أقرأ إن شاء الله، يعني طبعا ما أقرأ سورة ياسين بنية إن ربنا يقضي لي حاجتي، ربنا يقضيها لي. وعندي الثلث الأخير من الليل، إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ أنا فين؟ 2 ركعة في قيام الليل وربنا نازل لي جلالة قدره. أنا فين؟ في استجابة الدعوة، في مغفرة الذنب، في طلب الحاجة من الحق سبحانه وتعالى. فاصل وانتظرونا بعد الفاصل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة ربانية نورانية تسري في أجسادنا فتنير العقول وتزكي النفوس وتطهر القلوب وتسمو بالأرواح وتشفي البدن من كل داء وسقم، اللهم آمين. الرؤية الصالحة، رجل صالح يراها الرجل أو ترى له، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحد الصالحين رأى أن صديقا له في قرية مجاورة تلدعه حية، فلما استيقظ من نومه ذهب إلى صديقه وقال: رأيت في الرؤيا أن هناك حية تدخل بيتك وإذ بها تصيبك، فقال: ماذا أفعل؟ قال: علينا بذبح كبشين لله، وألا تأخذ منهم إلا ما يكفيك أنت وأهل بيتك. فذبح الخروفين ووزعهم، وقال
خد ما يكفيه في قوت يومه ما تبتش، فكان من اللحم الخروف ده والضاني بيبقى في عظم صغير كده، فترك العظم خارج بيته. فلما استيقظ لصلاة الفجر وجد الحية التي رآها صديقه في الرؤية لكي تقرصه وتأذيه ويتبخ سمها فيه، شمت ريحة العظم فأخذت قطعة من العظم فوقفت في الفم، فما استطاعت الحية أن تقبض فمها عليها، ووجدها وهي تنازع في الموت، فجاء بحجر وهشم هذه الرأس، فرأى صديقه في صلاة الفجر هذا الرجل الصالح، قال إن الحية التي رأيتها بالأمس رأيتها تقرصني في المنام وتبق سمها فيا، أنا لما أنت قلت لي نفدي بالكبشين دول وكلت من اللحم وإذ بقطعة من العظم تقف في سقف هذه الحية، فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم صناء المعروف تقي مصارع السوء. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حق قدره ومقداره العظيم، اللهم آمين. ناخذ أم ياسين من القاهرة، تفضلي. أم ياسين من القاهرة تفضلي. أيوة سلام. يا ألو؟ أم ياسين. ألو. أسمعك يا فندم، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك، كانت والدتي شافت رؤية عايز أقولها حضرتك. تفضلي. دلوقتي هي شافت والدها لابس اللي هو القميص اللي هو الشميز بتاعها حاجة خاصة بيها هي، بس لابسه بالمقلوب والناحية اللي قدام مكرمشة كلها، تمام؟ على العلم ان باباها كان دايما بيجي لها صورة حلوة، وكان دايما يعني هو راجل كان خير وراجل كان كويس، يعني عمله كويس. اتفضلي. وهي نفس الكلام، نايمة على الورد المسائي بتاعها ومتوضية وكل حاجة، بس أول مرة يجي لها شكله كده وكان شكله زعلان يعني. هل في خلاف بينه وبين حد من اخواته؟ قول. طيب انا ازود في في الدعاء لوالدي، لكن دي حاجه مش وحشه، ما تخافيش يعني، لان اللبس للميت اي لبس للميت ستر. شفت ربنا قال لسيدنا ادم ايه؟ ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، هتبقى لابس برضو لبس. انما هنا ما البنت تشوف وهي شديدة الدعاء، مش دي والدتك اللي شافت والدها كده؟ ايوه. وهي شديدة الدعاء لوالدها، لا اللبس ما فيش اي شيء خالص، ده دعوة من ستر بنته مش من لبس يا امك. ايوه استاذة يا ام ياسين. أيوة. مش شافت ان هو لابس من لبس امك؟ بس كان واللبس ستر. اللبس ستر، لبس أيوة. المرأة ستر، وأن يتحقق للميت من لبس بنته يبقى ستر بدعاء بنته. هي كثيرة الدعاء دي ولا لا؟ أكيد طبعا. بكثرة الدعاء اللي هو ربنا جعل اللبس للمرأة ستر، وأن يلبس الأب من نفس هذا اللبس فهو ستر من البنت للأب بالدعاء. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. والله أعلم وأعلم. إيه تاني عندك؟
طيب هو ليه مكرمش ومقلوب يا شيخ؟ في مشكلة فيها؟ أستاذة أيوة، ده ستر تحقق للوالد لجدك من أمك، وأنا ما ألبس اللبس اللي عادي، أنا ممكن ألبس اللبس اللي مكرمش ده في البيت مش كده؟ ممكن ألبسه وأنا رايح أصلي، ممكن ألبسه هنا، إنما لما بقى أتزين بكون أنا رايح مكان مهم، جاي في شغلي، رايح أزور حد. وأعظم الزينة خذوا زينتكم عند كل مسجد، إن أنا أتطيب وألبس اللبس ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل لابس جلباب كده أبيض وشكله جميل، قال له يا عمر أغسول هذا أم جديد؟ فقال يا رسول الله غسول. فقال له صلى الله عليه وسلم البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. فمات شهيدا كما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها سيدنا جابر بن عبد الله يدخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضع قطعة منه وجزء منه سيدنا الحسين، قال هذا ولد الحسين. شوف بقى انت بتقول كرامات الأولية كرامات المشايخ، ده سيدنا النبي اللي بيتكلم، قال له هذا ولدي الحسين يولد له ولد يسمى علي زين العابدين، ويولد لعلي ولد يسمى محمد، إذا قابلت فأقرئه مني السلام. فسيدنا جابر كبر في السن وكف بصره، فقالوا له أولاده يستأذن علي زين العابدين في الدخول عليك. فتبسم سيدنا جابر وقال لهم أمعه ولده محمد؟ ابن محمد معاه؟ ازاي ده كفيف، شافوا ازاي؟ قالوا نعم. فقال ادنو مني يا بني. فدنا منه سيدنا وابن سيدنا وحفيد سيدنا صلى الله عليه وسلم، فاحتضنه وقبله وقال يا محمد رسول الله يقرئك السلام، إنني أحمل لك السلام من سيد الخلق وحبيب الحق من سيد الوجود سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بكى وقالوا له كيف عرفت أبي أن هذا محمد؟ قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسين في حجره، فقال يولد لولدي علي زين العابدين ويولد له محمد، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام واعلم أنك تموت بعدها ببضعة أيام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد من الجيزة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك؟ ربنا يبارك فيك يا فندم، بخير الحمد لله. أنا كان عندي رؤية كده والنبي عايزة بس قليل. اتفضلي يا فندم. أنا كنت حلمت إن أنا دخلت كده أوضة نوم في بيت قديم مش في البيت بتاعي، وبنتي نايمة على السرير، بنتي دي عروسة بس ما اتجوزتش يعني. نايمة على السرير ولقيت مية بتنقطر ولقيت شباك، فرحت عند الشباك دوت بفتحه لقيت مية زي تشبه مية المجاري كده. فقعدت اصفيها واقول لها قوم قوم، وعايزه اخدها واجري حتى من الميه هتخش عليا من السجاده. السجاده؟ لا ميه ميه كانت هتخش. قولي لي رؤية تاني، انت دخلتي غرفه نوم وبنتك نايمه فيها. ايوه. ايه تاني شفتيه قولي؟ لقيت ميه بتنقص، فبقول الميه دي جايه منين؟ وقعدت ابص كده، وبعدين فتحت رحت عند السجاده، فتحت السجاده وهو كان مقفول.
لقيت ميه وسخه تشبه ميه المجاري على الشباك. الشباك من اول ما فتحته. ودخلت غرفه النوم واقول لها يلا طب يلا وقف وقف خلينا نقوم ونمشي من هنا. الميه دي دخلت غرفه النوم يا استاذه محمد؟ ما دخلتش، انا فتحت ما دخلتش، بس شايفاها كده علم الشباك. يعني ما دخلتش الغرفه؟ لا لا لا. طب الحمد لله. ام محمد، الغرفه، البيت، هي دخلت البيت، والبيت هو مملكه المراه، وقرن في بيوتكن، لا تخرجوهن من بيوتهن، واذكرن ما يتلى في بيوتكن. البيت هو مملكه المراه وغرفه النوم، وهم في الغرفات امنون، والنوم اذ يغشيكم النعاس امنه منه. ولذلك انا قلت لها لو دخلت اوضه النوم هنا والميه، الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، اما المسك فهو طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، والماء اللي هو بتاع المجاري ده ماء نجس. طب ما دخلش غرفه النوم، خلاص ربنا حفظني، وده ادراك امن وامان واستقرار، وان شاء الله ربنا يحفظني من كل مكروه. لكن علي بالقميص الواقي اذكار الصباح والمساء، وانا اضيف لبنتي العروسه دي ان هي تقرا الفاتحه وايه الكرسي وسوره الكافرون 4 مرات، والاخلاص، الفلق والناس 3 مرات، وسوره الزلزله 11 مره صباحا، 11 مره قبل ما انام. ودايما ربنا قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. انا ادعي ربنا باسم الحفيظ هيحفظني، ادعي ربنا باسم الرزاق ربنا هيرزقني، ادعي ربنا باسم الجامع يبقى هيجمع بيني وبين زوجي، ادعي ربنا باسم الفتاح العليم هيفتح عليا وهيعلمني. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. واكثر من الصلاه على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اذا يقضى دينك ويغفر ذنبك، يكفى همك ويقضى دينك. مين ما عندوش هم؟ كلنا عندنا هموم تزول بكثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مين عنده دعوة نفس ربنا يستجيبها له؟ تستجاب إذا وضعت بين الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين نفسه يجي يوم القيامة ومعه نور لو وزع على الخلائق لوسعهم بكثرة الصلاة على سيدنا النبي؟ مين نفسه يبقى ماشي على الصراط وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، يكون ليه نور على الصراط بكثرة الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أستاذ إيمان من البحيرة تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا دايما انا بحلم ان انا دايما عندي امتحان ببقى في دراسه، برغم ان انا مخلصه دراسه بقالي 8 سنين. بتحلي ولا ما بتحليش؟ لا ببقى حلم، ببقى دايما متفوقه يعني. ضمن الاحلام اللي انا حلمتها انا استاذه ايمان. ايوه. خلصتي حل الرؤيه دي؟ ايه؟ انت على طول بتشوفي ان انت بتحلي في الامتحان ولا ما بتجاوبيش؟ بحل في عندي امتحان في بدرس. مرة حلمت ان انا في مبنى الجامعة وقابلت واحدة زميلتي فبتقول لي انت فينك من زمان مش فاكيش؟ قلت لها انا مش معرفتيش كده، انا حسيت ايمان كنت طالعة ايام الجامعة كنت من 7 الاوائل ودايما خدت جايزة. فقلت لها فعلا انا افتكرت ان انا فعلا خدت جايزة من 7 الاوائل واخدة جايزة ان انا ايه متفوقة يعني الاوائل كده. وكانت معايا واحده صاحبتي بس مش فاكره هي مين. فانا يعني استاذه ايمان. ايوه. الامتحان لما احل في الامتحان يبقى انا حسن حالي عند ربنا. اما احل في الامتحان يبقى انا عملي كويس. اما يتردد عليا الامتحان على طول يبقى انا سريعه التوبه لربنا والرجوع لربنا. عارفه ليه؟
ربنا قال اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. أنا اللي هقرأ. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. اقرأ كتابك، هذا هو كتابك لكل يوم، صفحة من كتابك لا تعود إلى قيام الساعة، طويت صفحة اليوم حطيت فيها كم تسبيحة؟ 100 تسبيحة ب1000 حسنة، 1000 تسبيحة ب10,000 حسنة. حطيت فيها كم صلاة على سيدنا النبي؟ الصلاة ب10، والعشرة ب100، والمية ب1000، والألف ربنا حرم جسدك على النار. صحيت من النوم طلعت صدقة كده وطلعتها لله، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. صدقة السر تطفئ غضب الرب، تطيل في العمر، تزيد في الرزق. وصلت رحمك في اليوم ده؟ زرت مريض؟ ولئن عدته لوجدتني عنده. هذه صحيفة تطوى ولا تعود إلى قيام الساعة إلا وأنت بين يدي الحق. الحق يقول لسيدنا جبريل: يا جبريل ما لي أرى هذا في صفوف أهل النار؟ فيقول جبريل: يا ربي لم نجد له حسنة واحدة. فيقول الحق، يقول أرحم الراحمين: إني سمعت في دار الدنيا يقول: يا حنان يا منان، فاسأل هل يقصد بذلك غيري؟ فيسأله جبريل فيقول: ما قصدت بالحنان المنان غير الحق سبحانه وتعالى. فيأخذ به جبريل من صفوف أهل النار إلى صفوف أهل الجنة، أن قال يا حنان يا منان 1 واحدة. فهلا جعلتها كل يوم 100 مرة؟ ناخذ ام شهد من جيزه، تفضلي. يا ام شهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش يا شيخ، انا معايا حلمين. اتفضلي يا فندم. بص حضرتك، انا جوزي متوفي رحمه الله عليه، الله يرحمه، فانا حلمت له بعد ما مات يعني بايام كده، اللي هو كان نايم على الترولي بتاع الاسعاف، معايا اختين اخواته يعني، فبقول لهم مش هينفع ان احنا الثلاثه اللي نمسك الترولي دوت نمشي بيه، فواحده من اخواته راحت قالت لي خلاص انا همسك انا الترولي ده وهمشي بيه. طب قلت لهم في عربيه الاسعاف؟ قالوا لي عند الجامع اللي هناك ده. فهو كان في ثلاثه في ثلاث يعني الناس اللي هم شاور لي عليهم، قال لي اديهم يعني اديهم حاجه، اديهم يعني حاجه اللي صدقه. فانا طلعت 5 جنيه كده جديده قوي ورحت مديها لهم، فالست دي ضحكت قوي واتبسطت بالفلوس دي. فانا رحت عشان الحقه في عربيه الاسعاف، لقيته هو سايق العربيه، فبقول له انت سايق العربيه زي وانت تعبان؟ راح قال لي لا انا هسوق كيش دعوه. فالمهم اللي هو مشي بالعربيه وراح نازل على العربيه بتاعت خضار، وراح واخد شويه اللي هم الورق العنب دولت، وراح عند بيت بخشب عليه كده فرق زرع، فراح خد الورق العنب ده حطه في الفرق الزرع ده، وفضل واقف عند الباب ورا الدلت في العربيه. استاذه ام شهد. ايوه. ده حسن حاله عند ربنا، واخذ درجه من درجات الشهاده كمان. واخذ درجه من درجات الايه؟ يا رب. الشهاده والصدقه. انت عارفه الصدقه؟ أنا ما أتصدق لزوجي، المسلم في ظل صدقته
المؤمن في ظل صدقته، المرء في ظل صدقته. يوم تدنو الشمس من الرؤوس فأصدق، عايز يرجع الدنيا عشان يعمل ايه؟ يتصدق. لما شاف الصدقة الراجل في سكرات الموت ويقول يا ليته كان بعيدا، ده في سكرات الموت، يا ليته كان بعيدا، يا ليته كان كاملا، يا ليته كان جديدا. فلما أفاق من سكرات الموت قالوا له ايه ده اللي كان بعيد، سمعناك بتقول يا ريته كان بعيد. قال اخذت بيد الاعمى الى الطريق الاخر والطريق قريب، فوجدته عظيم الثواب، فتمنيت ان لو كانت المسافه بعيده. قالوا له طب ايه اللي انت كنت بتقول نفسك تشوفه جديد؟ قال جاءني سائل وطلب مني أن أعطيه جلباب، فدخلت البيت وأعطيته القديم وأخذت الجديد، فلما رأيت ثواب الثوب قلت يا ليته كان جديدا. قالوا له طب انت سمعناك بتقول يا ريته كان كاملا. قال كان في يدي رغيف وطلب مني سائل فأعطيته نصف الرغيف، فرأيت عظيم الثواب، فتمنيت أني لو أعطيته الرغيف كاملا. الصدقة، بكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. فأقدر أتصدق، تتصدقي له برضو يا مشاه، وده حسن حاله عند ربنا. عندك حاجة تانية؟ والله أعلى وأعلم، اتفضلي. أيوه شيخ، بص حضرتك يا شيخة، في كان بيني وبين أخت، يعني أخته، في يعني هي كانت عاملة معانا مشكلة كده لوحديها، أول ما مات هي وعيالي، كانت عاملة مشكلة معايا أنا وعيالي. هي بعد ما تصالح له كنت أنا حلمت حلم وهي حكت لي حلم، اللي هو بتقول لي ليه لقيت مطرح الكبار تجاير، وانا حلمت اللي هي برضه بتشتري له سجاير. دي اخته؟ اخته، ايوه هي كانت عامله معانا مشاكل، وكنت بروح عند الدكتوره بعملت معانا مشكله برضه. انت تسامحيها برضه من داخلك؟ انا مسامحاها. وهي برضه عايزينها تدعي لاخوها، واي مشاكل إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أم شهد. أيوة حضرتك. أنا أقدر أتصدق لجوزي؟ ممكن تصلي على سيدنا النبي 100 مرة وتبعتيها لجوزك؟ أنا في كل ركعة حضرتك أنا بس خليكي معايا. في كل ركعة بدعي له، على طول بدعي له كل شوية. كل ثواب بيوصله، أنت كل ما تشوفي حسن حاله تلاقيه بيضحك في الرؤية، تلاقيه بيقول لك أنا حالي كويس، تلاقيه لابس جلباب كويس، تلاقيه مستور، ده الدعاء بتاعك بيوصل على طول. بس ممكن أقول لحضرتك على حاجة؟ اتفضلي. أنا قبل ما أحلم الحلم ده، أنا في نفس يعني في نفس اليوم الصبح كان في ثلاثة من اللي هم يعني الفقراء، فأنا نفس الثلاثة اديتهم يعني زكاة. ما شاء الله. فنفس اليوم جالي نفس الحلم ده، نفس الثلاثة، والست اللي أنا هي ضحكت لي وقعدت تدعي لجوزي، قلت لها ادعي لجوزي، راحت داعية له. كده ثوابك، الثواب وصل لجوزك على طول. الصدقة. ناخد أم محمد قبل ما نتكلم. أم محمد من بني سويف، اتفضلي. وعليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير يا فندم، ربنا يبارك فيك. معلش أنا عندي حلمين يا رب يديك الصحة. اتفضلي يا فندم. أول حلم حلمته إن أنا جايبة عباية جديدة جابوا البيستا، ولقيت العباية ديتي الصبح
منسلة بالطول بالطول بالطول، بقول كل حاجة نفسي فيها كده تروح تقطع، عمري ما تبقى نفسي في حاجة وتتم علي. وتاني حلمي يا شيخ قال حلمت ان في حاجات وحشة في بيتي، فضلت انتح واشيل واعمل لحد ما نظفت خالص، لحد ما واقول جاني منين كل ده، جاني منين كل ده الحاجات الوحشة دي، حاجات يعني مثلا بعد اذن حضرتك يعني في الكلمة دي، من دورة المية لقيت بيتي كله كاكا كده وكاكا، وفضلت انزح وارمي انزح وارمي، اقول انا مش عارف انا سايب البيت نظيف ومنظفة زي الفل، جاني منين كل ده؟ وما تحرمش من حضرتك يا شيخ. تفضلي يا فندم. نظفوا أفنيتكم معاشر المسلمين، ده أمر من سيدنا النبي، والنظافة من الإيمان، والنظافة أن تكون النظافة من الداخل ومن الخارج، والثوب إذا وجد فيه من القاذورات كان فيه إبطال الصلاة. لكن بنقول للست دي طالما بتنظفي بيتك يبقى دون بتنظفي بإيه؟ بالطاعة، بكسرة الصلاة، بالتصدق، بكسرة الدعاء، بكسرة السجود لله سبحانه وتعالى، لأن أنا لما أنظف بيتي يبقى ربنا راضي عني، يبقى ده شهادة إن أنا من الإيه؟ من المؤمنين. واللبس، أنت زعلانة إن اللبس بيبقى متنسل؟ سيدنا عمر اللي كان في سبو 17 ركعة ويرقع سوبه ويخصف نعله، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في لبسه يعني يعمل حاجته بديه، وان انا لما برقع السوب او بعمله ده انا بنصح، انا بيني وبين ربنا عمار، انا اي واحد يكسر من الصلاة على سيدنا النبي ده ليه مكانة عند سيدنا النبي، يستغفر ربنا، يبقى عندنا تسبيح، عندنا صدقة، عندنا صلة الرحم، عندنا كل يوم صفحة بتنطوي لا تعود الى قيام الساعة، ف اجعل فيها من حسنات ومن كسرة صلاة ولا سيدنا النبي وتسبيح وصلة رحم، والله أعلى وأعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أن نلقاكم في الأسبوع القادم في تمام الساعة 6 مساء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.